كون توفيق صحيح الآن راهو في فيلا الشريعة في البليدة، والآن خاصة راهو مع الثلج. هذه الأيام سقط الثلج كثيرا في بعض المرتفعات، وبالتأكيد أن الشريعة مثل جبال البابور. بعثنا أحد الأفاضل أمس بعثنا صور من أروع ما يكون، الثلوج في جبال البابور شيء جنات، يعني شيء رائع، صورة ممتازة. الشريعة أيضا تكون اليوم تحلات بالثلوج. طبعا توفيق راهو هناك يقضي الآن أيام جميلة في الشريعة ما بين لاكلينيك بوشاوي، كلينيك بوشاوي والشريعة، وفي الأسابيع القادمة سيطلق سراحه. بل أكثر من ذلك، في الأيام هذه راهي مجموعة من الاستئصاليين القدماء والمرتبطين بهم راح نسمعوهم تعيينات جديدة بمجرد ما يرجع تبون راح يرجع شبه منتهي، لكن راح تكون هناك صور، يعني ممكن كاميرات ممكن، لكن هما راهم موجودين قائمة. راح يطردوا بعض المسؤولين، خاصة هذو اللي كانوا في الإعلام، في الرئاسة الجمهورية كما تسمى، مجموعة منهم راح يطردون، وبعضهم بلك حتى يسجن، وبعض المسؤولين داخل رئاسة الجمهورية، بعض المسؤولين داخل بعض المراكز الحساسة، حتى داخل الجيش في تغييرات ستنسب كلها إلى تبون. لكنها في الحقيقة تبون مسكين، راهو في عالم آخر، ولكن ستنسب له هذه الأشياء. هذا سما نراه في الأيام القادمة، هم يحاولوا يجيبوه قبل 20 ديسمبر. قبل 20 ديسمبر يحاولوا يجيبوه، لأنهم عندهم مشكلة القانون المالية لازم يتوقع قبل 24 أو 23 ديسمبر، وعندهم مشكلة الدستور. وإن كان طلعت واحدة من جماعة التابعة اللي يقولون لهم قولوا، وهي تقول بأنها دستورية كونستيتيوناليست، قالت أن إصدار الدستور لا يفترض فيه توقيع الرئيس. في مرة أخرى في تلاعب بقوانينهم، هم يضعون القوانين ويتلاعبوا بها كما يشاءون، مع أن القانون واضح عندهم هم كما مسطرينه هم، بأن الدستور ينشر الجريدة الرسمية بعد توقيع ما يسمى برئيس الجمهورية عليها. لكن طلعت هذه السيدة باش تقول، قالوا لها قولي، قالت كاين الناس ما يحترموا لا الشهادة اللي حاملينها ولا السن نتاعهم ولا أسرهم ولا التاريخ. هذا خلينا من قضية ربي ويوم القيامة والحساب والكذب، هذا كاع ما حاجة أخرى عندهم، لا يحترموا شيء. يسوفلوا لهم واش يقولوا، يقولوا، قالوا لهم قولوا هذه، قولوا هذه، قولوا عكس، قول العكس. ما عندهم حتى ذرة حياة، ذرة كرامة، ذرة شعور باللسان. يعني تكذب، يقولوا لك اكذبي تكذبي، والله يقول لك اكذب تكذب. وبشر، هؤلاء بشر، درتوهم أكثر من آلهة.